ماذا تعلم عن قلبك أيها الإنسان؟ هل القلب مجرد مضخة أم أنه يلعب دوراً أساسياً في التفكير والعقل والإدراك والحب والإيمان وغير ذلك؟ متى دق قلبك أول مرة؟ وماذا عن ذاكرة القلب؟ وهل تعلم ما هو أكبر قلب على وجه الأرض؟ وماذا يقول القرآن عن هذا القلب العجيب؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، اليوم سنتحدث عن هذه الآلة العجيبة جدا التي تعتمد حياتنا عليها بالكامل. فأول مرة دقت قلوبنا عندما كان عمرنا 21 يوما فقط، أي كان حجمك وقتها لا يكاد يرى بالعين المجردة. بدأ قلبك ينبض لأول مرة. قلبك أخي الحبيب، هذا الذي تغفل عنه، يدق كل يوم 100,000 مرة، وينبض خلال فترة حياتك أكثر من 3 مليارات مرة. هذا القلب الصغير يغذي شبكة من الأوعية الدموية، لو استطعنا أن نمدها ونصلها بجانب بعضها ستشكل حبلا طوله أكثر من 100,000 كيلومتر. قلبك أيها الإنسان صغير جدا مقارنة بقلب الحوت الأزرق. الحوت الأزرق قلبه يزن أكثر من نصف طن، يعني أكثر من 500 كيلوغرام، بينما قلبك أيها الإنسان يبلغ ربع كيلو وعلى الأكثر 300 غرام. فعلا كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. يقول العلماء أخي الحبيب في دراسات حديثة إن أكثر ما يريح القلب التبسم أو الابتسامة، وهنا لابد أن نتذكر حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي كان كثير التبسم، بل كان يقول: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الابتسامة هي صدقة تتصدق بها على قلبك وعلى نفسك وعلى الآخرين أيضا. لقد قام أحد العلماء بحساب الطاقة التي ينتجها القلب، فماذا وجد؟ وجد أن هذه الطاقة كافية لتسير شاحنة لمسافة من الأرض إلى القمر ذهاب وعودة. سبحان الله. ولكن نعود للسؤال الذي بدأنا به لقاء هذا اليوم: هل القلب مجرد مضخة؟ سأخذك أخي الحبيب إلى الدكتور أندرو أرمور. يقول هذا العالم إن القلب له نظام خاص في توليد الكهرباء والطاقة، وله مجال كهربائي هائل أكبر من المجال الكهربائي للدماغ، ويستطيع أن يؤثر على قلوب الآخرين ويتبادل المعلومات معها. ولذلك فإن نجاح زراعة أي قلب أساساً يتعلق بالنظام العصبي لهذا القلب ومدى تأقلمه مع المريض الذي تجرى له زراعة القلب. لذلك العلماء اليوم يتحدثون عن دماغ صغير داخل القلب يتألف من أكثر من 40,000 خلية عصبية شديدة التعقيد، لا يزال العلماء حتى الآن يدرسونها. ويعتقد بعض العلماء أن القلب له طاقة خاصة بواسطتها يستطيع تخزين المعلومات وتوجيه الدماغ لما يفعل. إذن القلب ليس مجرد مضخة، بل هو جهاز توجيه وتحكم بكامل أعضاء الجسد من خلال الدم الذي يضخه للدماغ ولكل أجهزة الجسد. البروفيسور آرثر كابلان من جامعة بنسلفانيا يقول إن العلماء لم يعطوا اهتماما لهذه الظاهرة، ويقول: نحن الأطباء حتى اليوم نتعامل مع القلب وكأنه آلة لا تعقل وليس لها أي دور سوى ضخ الدم، وهذا طبعا غير دقيق علميا. الدكتور بول بيرسل يقول إن القلب له ذاكرة طويلة وله ذبذبات تمكنه، أو مجال كهربائي يمكنه من التفاهم مع بقية القلوب، والقلب يحتوي على معلومات يبثها مع كل دفقة دم يضخها. ويتابع هذا الباحث فيقول إن القلب له إيقاع يتحكم بكامل الجسد، فهو وسيلة الربط بين كل خلية
من خلايا جسدك أيها الإنسان. معهد رياضيات القلب في أمريكا منذ أكثر من 20 سنة يهتم بهذه الظاهرة، وأصدر دراسات مهمة جدا يؤكد من خلالها أن المجال الكهربائي للقلب أقوى من مجال الدماغ 100 مرة، ويستطيع أن يؤثر على قلوب الآخرين وأن يتفاعل معهم. من هنا أيها الأحبة ندرك لماذا نرتاح لأشخاص بينما لا نرتاح لآخرين. هذا المجال الكهربائي يؤثر على الناس أو على قلوب الآخرين، وبالتالي يمكن التواصل عبر هذا المجال الكهربائي من دون لغة الكلام، سبحان الله. كذلك يتحدث كثير من الأطباء والباحثين والمهتمين بهذا الموضوع عن تغيرات جذرية حدثت في الأشخاص الذين أجريت لهم زراعة قلب جديد، حيث تأثر معظمهم بصاحب القلب الأصلي. وهناك قصة تحدثت عنها جريدة ديلي ميل البريطانية وشغلت الرأي العام البريطاني أظن في عام 2008 هكذا. هذه القصة تقول هناك شخص انتحر بمسدس، فأخذوا قلبه وأعطوه لقلب إنسان ينتظر زراعة قلب، ولكن المفاجأة صاحب القلب الجديد ماذا فعل؟ انتحر بعد أسابيع من زراعة هذا القلب، تماما مثل صاحب القلب الأصلي. وهنا أمام هذه الحادثة الحقيقية التي وثقها العلماء، لابد أن نعترف أن القلب له تأثير حتى في الإيمان والكفر واليأس والإحباط والعاطفة وحتى الانتحار. والآن أيها الأحبة لابد أن نذهب إلى كتاب العجائب القرآن العظيم الذي قال عنه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: ولا تنقضي عجائبه. كيف عبر عن هذه الحقائق العلمية التي رأيناها اليوم؟ يقول تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله، آية شديدة الوضوح أيها الأحبة. قلوب يعقلون بها، هذا ما يؤكده عدد من الباحثين، أن القلب له دور مهم جدا في التحكم بالإدراك والعقل. وحددت لنا الآية مكان القلب لكي لا يقول أحد إن القلب هو في الدماغ مثلا، قال: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أشار إلى مكان هذا القلب. كذلك القرآن العظيم أشار إلى عملية الفقه وعلاقة القلب بها. انظر معي كيف عبر القرآن عن ذلك. يقول تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. انظر معي كيف عبر القرآن تعبيرا دقيقا، فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، فأشار إلى العلاقة بين القلب وبين الفهم والفقه، وهذا ما تؤكده عدد من الدراسات اليوم. وأخيرا أيها الأحبة، القلب يمكن أن يزيغ كما حدث مع ذلك البريطاني الذي زرعوا له قلب إنسان منتحر فنحر نفسه بعد فترة بنفس الطريقة التي قتل نفسه بها. وهنا القرآن يعلمنا دعاء رائعا جدا، يقول تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أمام هذه الحقائق العلمية أيها الأحبة، والله لا نملك إلا أن نعترف أن هذا القرآن كتاب علم، وكتاب يكشف لنا أسرار المستقبل وأسرار الاكتشافات العلمية. لابد أن نعترف أن القرآن هو كتاب العجائب، كما قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن: ولا تنقضي عجائبه. ولا ننسى أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى القلب وأهميته: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا يأتي كلام القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليبينان لنا
أهمية هذا القلب تماما كما بدأت الدراسات العلمية الحديثة تبين وتؤكد دور القلب سواء في حياة الإنسان، في فهمه، في إدراكه، حتى على مستوى الإيمان والكفر. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة يوم لقائه، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.